يبقى تاني لما عوضنا هنا بـ F1 بتساوي A1 على A2 في F2 اللي هو هو نفس القانون اللي كتبناه من شوية، F1 على A1 تساوي F2 على A2. يبقى في الحالة دي تعويض مباشر أقدر أحسب القوة اللي هي تطلع بحوالي 1480 نيوتن. يبقى أنا عشان أرفع عربية 13300 رفعتها بقوة 1480، يعني تقريبا نسبة 1:10 من الإيه؟ من القوة، أو 1:9. طب لو عاوز أحسب الإير بريشر، ضغط الهواء نفسه على الإيه؟ اللي بأثر بيه، يبقى فورس على إيريا، سواء بقى F1 على A1 أو F2 على مين؟ على A2، هي نفس النتيجة، إن البريشر متساوي على السطحين. تعويض مباشر ونطلع الإيه الضغط في الحالة دي يطلع 1.88 في 10 باور 5 باسكال. طيب هل ممكن إن إحنا نستيميت الفورس إيركتد على الإير درام؟ إير درام اللي هي طبلة الودن، طبلة الودن بتأثر عليها إمتى بقى؟ لما تروح نازل كده ديو تو ذا ووتر، when you are swimming at the bottom of a pool، انت نزلت على عمق في البول حوالي 5 متر، 5 متر فوقيك ميه. طب يا ترى الكروس سيكشن بتاع المنطقه دي قد ايه؟ ها يعني احنا عندنا طبله الودن دي، هل ممكن ان احنا نعتبر الحته دي كده كانها دائريه؟ هي دي طبله الودن. طيب ما هي دي حوالي 1 سنتيمتر سكوير. طب ما تيجي نستخدمها على طول. يبقى في الحاله دي ممكن اقول له طيب الضغط هيساوي بي نوت زائد رو جي اتش، بس انا هنا هجيب ضغط الميه بس، لان انا الجسم اصلا درجه الضغط بتاعه بي نوت يكافئ الضغط الجوي، يبقى البي على البوتوم ناقص البي نوت تساوي رو جي اتش، يبقى كثافه الميه في الجي 9.8 في الاتش الارتفاع اللي هو 5 متر. يبقى انا كده جبت الايه الفورس اريكتد باي الايه على الاير درام ديو تو الووتر، يبقى انا جبتها نتيجه الووتر. الفورس على الدام، اي دام سد بيتاثر بكميه ميه حواليه، الميه بتضغط من الجنب ده عاوزه تعدي السد. طيب انا لو جبت الضغط هنا فوق هيساوي بي نوت، والضغط تحت بي نوت زائد رو جي اتش، لو جبت جمع الضغط وقسمته على الاثنين يبقى انا جبت متوسط الضغط على السطح ده. يبقى في الحاله دي اقدر اقول ان بي نوت زائد ضغط فوق نتيجه الهواء بي نوت، وتحت بي نوت زائد رو جي اتش. يبقى في الحالة دي أقدر أتكلم على طول، طب إيه رأيك بقى متوسط الضغط عامة نتيجة الارتفاع المية فوق، ما هو بقى بينوت، يبقى بس مفيش مية فوق، يبقى ما عنديش غير إيه نتيجة المية هيبقى بزيرو، وتحت بينوت زائد رو جي اتش، طب نتيجة المية بس هيبقى رو جي اتش على الاتنين يبقى نص رو جي اتش. طب ما كده يبقى الفورس مش تساوي البريشر في الأريا. طب ما الأريا بتاعتنا اللي هي الإيه الطول في العرض، الطول ده كله في العرض ده، طب يبقى W في H، يبقى نعوض هنا W في H يبقى نص رو جي W H سكوير. معنى كده ان الفورس بتتناسب مع ال H سكوير اللي هي ارتفاع الايه؟ ارتفاع السد. طيب البريشر ميجرمنت بقى، اقدر اقيس الضغط باستخدام الباروميتر. ايه الباروميتر ده؟ لو جبت انبوبه كده مليانه بالزئبق ورحت ماليها وغطستها في سائل، الاقي ان العمود الزئبق ده يرتفع لحد ما يوصل لنقطه معينة هنا على ارتفاع H حسب كثافة السائل. إذا كان ده زئبق هلاقي إن ال H دي دايما ب 76 سنتيمتر، 76.7 سنتيمتر تقريبا، ده لو كان ده إيه؟ زئبق. لو كان مية هيبقى ال H مختلفة، بس كله متفق عليه إن هنا الضغط في المنطقة دي بكام؟ بزيرو. طب والنقطة A و B على نفس الهايت، يبقى هما كمان ليهم نفس الإيه؟ الضغط، يبقى الضغط عند A تساوي الضغط عند B. طب ما عند B ضغط جوي، وعند A هتساوي وزن الإيه؟ وزن السائل ده اللي هو رو جي اتش، يبقى اذا الضغط عند بي اللي هو الضغط الجوي هيساوي رو جي اتش. واذا استخدمت الاتش بتاع لو استخدمت السائل الزئبق، يبقى الاتش هنا اللي بتكافئ الزئبق لقيناها ب 76 اللي هي ايه بالشكل ده، يبقى رو في جي خلاص رو في جي، والاتش هنا اللي هي بحوالي 0.76 متر اللي هي حوالي 76 سنتيمتر. يبقى احنا كده عرفنا نحسب الضغط الجوي اللي هو 1.13 من 1000 في 10 اس 5 طبعا نيوتن لكل متر سكوير، او بنسميه باسكال، او اللي هو ده كله يكافئ 1 اتموسفير. يبقى انا لو قلت لك في اي مساله 5 اتموسفير يبقى تضربها في الرقم ده عشان تحولها لباسكال. طيب ممكن كمان ان انا اقيس ضغط اسطوانه او انبوبه غاز، ازاي؟ باستخدام المانومتر. المانومتر ده عباره عن ادي اسطوانه غاز اهي، هوصل بيه انبوب بالشكل ده واحط فيه سائل، اي سائل كان زيت جليسرين ميه اي حاجه، ولو تنينا البالون بالشكل ده كده نلاقي ان النقطه دي والنقطه دي طبعا الميه هتبقى تضغط على السائل
لحد ما يتواصلوا هنا للنقطة دي. لو جيت كده بصيت عند الشكل ده، طب ما النقطة A و B مالهم؟ عند نفس الهايت، يبقى إذا الضغط عند A اللي هو ضغط الغاز يساوي الضغط عند B. طب ما الضغط عند النقطة B اللي هو مين؟ أبص للضغط الجوي هتساوي بي نوت زائد رو جي اتش. يبقى أنا هنا في الحالة دي أقول له الضغط عند B هيساوي بي نوت زائد رو جي اتش بالشكل ده. طب ما تنساش بقى نقطة مهمة، لما اتكلم على بي ناقص البي نوت هنقول له بقى هنا يبقى بي ناقص البي نوت دي بتساوي رو جي اتش. طب في الحالة دي البي لوحدها الضغط بس بي بنسميه الابسولوت بريشر، لكن البي ناقص البي نوت بنسميها الجيج بريشر. يبقى انا عندي حاجتين، لو قلت لك عاوز الابسولوت بريشر اللي هو هتقول لي بي بتساوي بي نوت زائد رو جي اتش، لو قلت لك عاوز الجيج بريشر يبقى انا عاوزه من غير البي نوت، يبقى تقول لي بي ناقص البي نوت تساوي رو جي اتش على طول. طيب اذا اديت لك مساله بالشكل ده قلت لك اذا عرفت ان الاي 1 ب 10 سنتيمتر والاي 2 ب 5 سنتيمتر، رحت حاطط كانوا في وضع الاتزان كده وهنا حاطط زئبق، مره واحده رحت حامل بورنج للميه دفعت كميه ميه هنا، فلما حطيت 100 جرام من الميه 100 جرام من الميه لقيت ان الزئبق ده ارتفع لفوق بالمسافه كام اتش. هل نعرف نحسب الاتش؟ دي بقى تاسك انت هتعملها وهتسلمها لي في الهوم ورك بتاع الشابتر. يبقى انا عاوز دلوقتي اشوف الجزء ده. طب اقول له استنى، مش النقطه دي والنقطه دي على نفس الخط صح؟ يبقى اقول له مين هنا؟ طيب هنا الضغط عند دي هيساوي رو جي في المسافه دي، رو بتاعت مين؟ الميه، والضغط عند النقطه دي هيساوي رو جي في المسافه دي. طب ادي نقطتين بس هنا رو جي اتش جي بتاع رو بتاعت مين؟ بتاعت الزئبق. طب ادي معادله، المعادله الثانيه، طب مش الحجم بتاع الميه اللي نزلت دي، الميه دي خدت 100 جرام صح؟ في 100 جرام وكثافة المية أنا أعرفها، يبقى لو قسمت رو إم على رو يبقى أنا كده جبت إيه؟ جبت الحجم بتاع المية اللي هنا. طب ما حجم المية ده كله رفع الزئبق قد إيه؟ المسافة دي. يبقى أنا من هنا أقدر أعمل علاقة تانية بين الحجم اللي هو الجزء ده والحجم بتاع مين؟ الجزء ده. يبقى الحجم ده اللي هو بيساوي مساحة المقطع في الارتفاع، والحجم ده برضه هيساوي مساحة المقطع ده فين؟ في الارتفاع اتش. يبقى أنا كده أقدر أجيب مين؟ أقدر أعمل معادلتين وأجيب منهم الـ H وأحله. فكر فيها كويس وحاول تحلها وترفعها لي في الـ assignment. أنبوب تاني، بس لأ بلاش المثال ده خلاص عشان يبقى يكفي فكرة واحدة نعملها. طيب باينت فورس، باينت فورس أو اللي هي قوة الدفع، أي جسم لو مسكت بالونة ونزلتها في المية لأ إن المية عاوزة تدفع البالونة لفوق بقوة إيه؟ B. طب ما في قوة وزن لتحت وفي قوة دفع لفوق، يبقى هنعرف قوة الدفع اللي هي هنسميها وزن السائل المزاح خلاص بأنها بتساوي الضغط اللي فوق ناقص الضغط اللي تحت ناقص الضغط اللي فوق في المساحة، أو إن جنرال بقى هنعرف قوة الضغط بأنها بتساوي الماس وزن السائل المزاح، يبقى كتلة السائل في عجلة الجاذبية. كتلة مين؟ السائل، مش البالونة اللي هحطها، مش الكرة اللي هنزلها في المية، وزن الإيه؟ المية نفسها. يبقى هتساوي رو بتاعت الفلويد في الجي في الاتش، كل ده مضروب في الايه. طب ما اتش في ايه؟ هي حجم الجسم الغطسان، اتش في ايه ده الحجم الغطسان في الميه، ورو الفلويد اللي هو كثافه الايه السائل، دي اللي احنا بنسميها قوه الدفع الباينت فورس او اللي هي وزن السائل المزاح. طب لا ايه رايك لو الجسم مغمور كليا يعني ما فيش قوه دفع والجسم مستقر في مكانه كده؟ يبقى ايه؟ يبقى مش هيتحرك لفوق، وفي الحالة دي تبقى قوة الدفع تساوي قوة الايه؟ قوة الوزن. ده لو الجسم مستقر في مكانه. طب لو الجسم بدأ يتحرك لفوق يبقى الدفع أكبر من الوزن. طب لو الجسم اتحرك لتحت يبقى الوزن أكبر من الدفع. تعال نشوف، احنا غمرنا الجسم كلي، يعني بقى حجم الجسم الكلي يساوي حجم الجسم الايه؟ حجم الجسم المغمور كليا يساوي حجم الجسم. وفي نفس الوقت طب ما يبقى كده أقدر أقول له يبقى قوة الدفع تساوي رو بتاعت الفلويد في الجي في الفي، والوزن هيتساوي ام جي. ممكن اكتب هنا بقى الـ مش محتاج اكتب ام جي، اكتب رو في جي في الفي، وهنا بقى الفي برضه للاوبجكت لان الجسم كله مغمور، مش ثلثه ولا خمسه ولا ربعه ولا نصه، ده كله مغمور، بس دي بقت رو اوبجكت. يبقى اقول له استناني بقى، لو طرحت بي ناقص الاف جي
يطلع هنا كلها الجي واحدة والفي اوبجكت واحدة، وهنا رو اوبجكت والرو فلويد. لو الفلويد اكبر، يبقى القوة بي هي اللي اكبر، يبقى الجسم ده اتحرك لفين؟ لفوق. طب ولو الرو اوبجكت هي اللي اكبر، كثافة الجسم اللي انا بحطه اكبر، يبقى هيتحرك لتحت. زي ايه؟ زي مية كثافتها مثلا ب1000، ورحت جايب حتة حديدة رميتها كثافتها ب7800، يبقى الرو اوبجكت هنا اعلى، فالجسم طبيعي انه هيتحرك، الحديدة تستقر في قاع الاناء. لكن لو جبت مثلا فقاعة هواء ورحت حاططها، فقاعة الهواء ب21% كثافة، والمية كثافتها ب1000، فكثافة الايه؟ الفقاعة اللي هي الاوبجكت اقل، فيبقى الرو فلويد اعلى، يبقى في الحالة دي الجسم هيتحرك الى اعلى. يبقى دي كده ليه الحركة داخل السائل. طيب يبقى طول ما رو اوبجكت اقل من الرو فلويد، الجسم هيتحرك معانا اهو. رو اوبجكت اصغر من الرو فلويد، يبقى الجسم هيتحرك لفين؟ لفوق. طيب في حالة ان الجسم اتزن بالشكل ده، حطيت الجسم جزء منه طلع فوق المية وجزء تحت المية واستقر خلاص، ولا في حركة فوق ولا تحت، يبقى البي بتساوي الام جي. يبقى في الحالة دي اقدر اقول يبقى في فلويد على الفي اوبجكت. فلويد، في فلويد هنا يعني الجزم الحجم المغمور، والفي اوبجكت الحجم الكلي، يبقى الحجم المغمور على الحجم الكلي تساوي الايه؟ كثافة الجسم المغمور على كثافة الايه؟ على كثافة السائل. يبقى دي رول مهمة جدا ان احنا نستخدمها، وهنستخدمها ايه؟ لما يكون الجسم بقى في حالة الاستقرار زي ما احنا شايفين. طول ما هو في حالة الاستقرار، فاحنا بالنسبة لنا القاعدة دي هنستخدمها، يعني ولا بيتحرك لفوق ولا بيتحرك لفين؟ لتحت. كثافة المية، الهواء، كثافة التلج 0.97، معنى كده ان كثافة التلج اللي احنا بنقول عليه مية اصغر من كثافة المية نفسها. يعني لو عندي جبل من التلج وعندي مية، مين كثافته أكبر؟ كثافة التلج ولا كثافة المية؟ كثافة المية. تمام، خلي بالكم إن جبال التلج أنتوا بتشوف منها جزء بس فوق الإيه؟ فوق الأرض أو فوق سطح المية، لكن اللي تحت سطح المية أكبر بكتير من اللي فوق سطح المية. وده مثال موجود في السروية، يا ريت تبصوا عليه كويس عشان تعرف نسبة الجسم اللي تحت المية قد إيه بالنسبة للجسم اللي فوق تحت المية. يعني لو ظاهر لك من جبل التلج 10% فوق المية، اعرف ان تحت المية في حوالي 90% من حجم الجبل بتاع التلج. مثال تاني، راحوا لأرشميدس وسألوه عاوزين نعرف الجسم اللي قدامنا ده، ده تاج جاي لنا، عاوزين نعرف حجم التاج، التاج اللي معمول ده هل هو معمول من الجولد ولا لا. الراجل بدأ يفكر، طبعا مش هيوزن وخلاص وهيقول لك انا هدور على الختم ولا ادور على علامه الصناعه. الراجل قال لك ببساطه، قال لهم طيب ثواني، راح جايب ميزان وراح وازن الجسم ده في الهواء، طلع 7.84 نيوتن، وراح مغطسه في الميه ووزنه ل 46.84 نيوتن. يبقى في الهواء كان 7.84 وفي الميه كان 6.84. قال لك خلاص دي المعلومتين الوحيدين اللي عنده. قال لك طب ما تيجي لما كان في الهواء وانا علقته، مش انت بتقول لي وزنه كان 7.84؟ طب ما في الحالة دي يبقى الشد هنا هتساوي الام جي، يبقى وزن التاج ده انا متأكد انه ب 7.84 من 100 نيوتن. ادي اول معلومة. تاني حاجة، لما غطسته في المية بقى في شد وفي قوة دفع دخلت جديدة معايا، يبقى الجديد في الموضوع لما علقته في المية ان بقى في قوة دفع، يبقى الفرق بين وزنه الحقيقي والوزن اللي هيقرأ السكيل هو مين؟ يبقى قوة الدفع في الحالة دي هتساوي 7.84 ناقص 6.84 تساوي 1 نيوتن. طب وقوة الدفع؟ ما احنا عارفين لها القانون، مش عارفين ان قوة الدفع بتساوي رو للسائل في الجي، صح كده؟ في مين؟ في الايه؟ في الجسم المغمور، في حجم الجسم المغمور. طب ما تيجي نطبق. طب ما انا في الحالة دي الحجم بتاعه اصلا بتاع الكراون دوت اقدر اجيبه ان هو بيساوي كام؟ قوة الدفع على الرو دبليو كثافة المية في الجي. طب ما نطبق، طبقنا الكلام ده وطلعت ان الحجم بتاع الايه؟ الكراون اهو، ادي حجم الايه؟ الكراون اللي موجود التاج. طب ما انا عاوز اجيب بقى كثافة المادة، يبقى اقسم كتلة المادة اللي هي 7.84 على حجمها،
لو قسمت الكتلة fluid mechanics والايديال فلويد فلو. الفلو of any fluid بيبقى ليه بعض المواصفات وخصوصا الايديال. احنا هنتكلم عن الايديال فلويد. ايه مواصفاته؟ رقم واحد ان الفلويد يكون نون فيسكس، يعني مفيش فيه نوع من اللزوجة. الفلو از ستيدي، يبقى دي كلها شروط عشان يبقى ايديال فلويد. الفلويد از انكمبرسبل، يكون غير قابل للانضغاط. والفلو يكون از اريتيشنال. اريتيشنال هنا معناها انه يكون مفهوش دوامات ولا مسارات ايه دائرية. يبقى كده السائل بتاعنا او الفلويد بتاعنا بيمشي في مسارات، بنسميها المسارات بتاعته بنسميها ستريم لاين. ومن هنا لو بصينا على الجزء البلو اللي موجود قدامنا، ده فلويد ماشي في مسار، خلاص في بايب قدامنا اهي. الفلويد اللي هنا دخل بماس ام 1. اذا طلع ماس ام 1 ده هيطلع من هنا ام 2. لو ام 1 بتساوي ام 2 فهل ممكن اقدر احط ريليشن بينهم اللي هي بسميها الكونتينيوتي ايكويشن. طيب الفلويد اللي داخل هنا الماس بتاعته ام 1، يبقى اكيد الماس بتساوي الدنسيتي في الفوليوم. الفوليوم اللي هو الجزء الاسطواني اللي موجود قدامنا بالبلو ده، يبقى الدنسيتي رو، والفوليوم بتاع الاسطوانه اللي هو الاريا في اللينس، يبقى a1 في دلتا اكس 1. يبقى احنا كده جبنا ام 1، ممكن نكتبه بدلالة دلتا اكس 1 بانه بيساوي الفيلوستي عند 1 في دلتا تي. والماس ام 2 نفس الكلام، هتساوي الدنسيتي بتاعت نفس الفلويد اللي هي رو في الفوليوم الصغير اللي احنا شايفينه ده، اللي هو نفس الفوليوم ده اللي هو برضو الاريا في اللينس. واللينس ممكن نعتبره بانه عبارة عن سرعة في تايم دلتا تي. ولو الدلتا تايم متساويين يبقى ام 1 بتساوي ام 2، يبقى دي بنسميها الكونتينيوتي ايكويشن. اذا عملت ريليشن ما بين ام 1 وام 2 بانهم ايكوال، الرو مع الرو ودلتا تي مع دلتا تي، يطلع لنا الريليشن ما بين a1 v1 تساوي a2 v2 اللي هي بنسميها الكونتينيوتي ايكويشن. ودي اقدر استخدمها في اي بايب بتدخل فيها السائل من جنب ويطلع من الجنب التاني، اقدر اطبق عليها الريليشن دي. لو بصيت للاكزامبل اللي عندنا، في جاردنر يوزس الووتر هوز، بدأ يستخدم خرطوم مية تفيل 30 لتر باكت. يبقى الأول حاجة الراجل ده بدأ عاوز يملى الايه الباكت اللي عنده، وده الفوليوم بتاعه 30 لتر. الجاردنر نوتس ذات التكس 1 مينت، يبقى عشان يملاه هياخد منه وقت قد ايه؟ 1 مينت. النوزل ويز ان اوبننج كروس سيكشن، الكروس سيكشن اللي كان بيملى منه نص سنتيمتر سكوير، يبقى ايه نص سنتيمتر سكوير. الزن اتاج تو ذا هوز، بدا يملا ايه منها، يوصلها بالخرطوم بتاعه بدا يشتغل بيها. ذا نوزل از سو هيلد سو ذات ان الووتر از بروجكتد هوريزونتالي فور ا بوينت 1 متر اباف الجراوند، يبقى بدا يرفع الميه كمان على ارتفاع 1 متر فوق الايه فوق الارض. خلينا نمسك الجزء الاول. اول حاجة انا مديك دلوقتي هنا المساحة بتاعت النوز بكام؟ بنص سنتيمتر سكوير، ادي رقم واحد. بدأت املى كمان ب 30 لتر في قد ايه؟ في 1 مينت. ده يمثل بالنسبة لي اللي هو الجزء ده A1V1 او A2V2 اللي هو بسميه الفوليوم فلو ريت. يبقى الكونتينيوتي ايكويشن هنا بتتكلم عن مين؟ الفوليوم فلو ريت اللي هو يمثل الفوليوم بير تايم. طب ما الفوليوم بير تايم انا عندي 30 لتر في المينت، يبقى A1V1 هتساوي ايه؟ 30 لتر في المتر في المينت الواحدة، اقدر اقسم على 60 عشان يبقى متر الايه؟ متر مكعب على الثانية. يبقى انا كده عندي A1 في الـ V1. طيب كمان كان في نقطة مهمة، نص القطر بتاع النوزل او الهوز اللي موجودة المفروض ان هو كنت بتعامل مع القطر كله 2.5 سنتيمتر. جيفن هنا في المسألة ان عندي النوز اللي انا بستخدمها 2.5 سنتيمتر دايمتر. فلو عملت باي ار سكوير عشان المقطع كروس سكشنال بتاعي سيركلر، يبقى باي ار سكوير ده لو الراديوس، وباي دي سكوير على 4 لو انا بستخدم الدايمتر،
يبقى انا ما تنساش ان جيفن هنا ان الديامتر بتاعت النوزل بتاعتي خلاص بكام؟ باتنين ونص سنتيمتر. طيب من هنا بدأنا نطبق، هنحسب الاريا طلعت بـ 4.9 سنتيمتر سكوير. A1 موجودة، V1 اقدر احسبها، بما ان A1 V1 بتساوي الفوليوم فلو ريت ده، يبقى اقدر اطلع السرعة الاولانية اللي هي تطلع بواحد متر بير سكند، ودي تمثل بالنسبة لي السرعة. وكده ايه، يبقى انا قدرت احسب السرعة خلاص. تعال نطبق كمان هنا تاني ايكويشن ممكن استخدم فيها زي الكونتينيوتي ايكويشن، ايكويشن بتمثل معادلة برنولي. معادلة برنولي بتقول لي لو انا حركت فلويد من هنا عشان اطلعه لهنا، فانا محتاج شغل ابذله عشان احرك الجسم البلو ده من هنا لهنا. طيب الشغل المبذول يساوي التشينج في الانرجي، والانرجي عبارة عن كاينيتك زائد بوتنشال. لو انا حسبت الشغل المبذول الاقيه بيساوي B1 ناقص B2، B1 ده البريشر عند 1 وB2 البريشر عند 2 في الفوليوم اللي هو الايه؟ بتاعت الاسطوانة. The kinetic energy نص mv سكوير، يبقى mv2 ناقص نص mv1 سكوير. البوتنشال انرجي mgh، من الجرافيتيشنال ايه اكسلريشن عرفنا ان البوتنشال انرجي mgh، يبقى mgy2 ناقص mgy1. طب انا لو عوضت هنا ان الشغل المبذول يساوي التشنج في الكاينتيك وزائد البوتنشال، يبقى في الحاله دي اقدر اطلع بالمعادله بتاعت برنولي ايكويشن اللي هي شكلها في الفورم دي اللي هي، او اكتبها في الشكل ده. اذا قدرت ان انا اظبط المعادله دي اخلي الطرف اليمين الشمال كله B1 ونص رو V1 سكوير ورو جي واي 1 تساوي B2 زائد نص رو V2 سكوير زائد رو جي واي 2. مع العلم بما ان عند المقطع 1 يساوي عند المقطع 2، يبقى اذا ممكن اقول ان ده بيساوي كونستانت، وفي الحاله دي ممكن نكتب برنولي ايكويشن في الشكل ده. طبعا عشان اوصل هنا للرو هنا كان عندي كله ماس، بس كان في ماس وكان في فوليوم، يبقى لو قسمت المعادله كلها على الفوليوم هحول الماس هنا للايه، للدنسيتي اللي موجوده، ودي كده تبقى الايكويشن المعبره عن برنولي اللي هي بتقول ان الشغل المبذول عشان احرك ليكويد من بوزيشن لبوزيشن تاني تساوي التشنج في التوتال انرجي. ملحوظة، ايه اللي بيحصل لك لو انت راكب عربية وعدت من جنبك تريلا سريعة جدا؟ حس ان انت خايف كده اول ما التريلا تعدي من جنبك، ليه؟ السبب عندنا في المعادلة دي، لو عرفت تفسر المعادلة دي وانت التريلا كده ماشية من جنبك بسرعة عالية جدا، ايه اللي هيحصل في المعادلة دي؟ مين هيتغير ومين مش هيتغير؟ ومين هيبقى مؤثر في الموضوع ده؟ ياريت تفكروا فيها كويس. من ضمن الابليكيشن اللي ممكن ان انا اعملها على الجزئيه اللي فاتت اللي هي الايه، برنولي ايكويشن الكونتينيوتي ايكويشن، انبوب فينتوري. انبوب فينتوري ده انبوب بيدخل فيه غاز، اي غاز بستخدمه في ان انا اوجد سرعه سريان الايه، الغاز اللي قدامي. ببقى عارف ليه بريشر B1 وبريشر B2 وهو نفس الهايت H1 بتساوي H2، ببدأ أطبق عليها هنا كروس سكشن A1 كروس سكشن A2 عشان أشوف السرعة فين، سرعة خروج الغاز. في الحالة دي لو بدأت أطبق Y1 تساوي Y2 يبقى دي الإيكويشن بتاعت برنولي، شلت منها الترم الخاص بالبوتنشال إنرجي. طب وأنا عارف كمان إن A1 V1 تساوي A2 V2 لأنها أي بايب بطبق عليها، لو حليت التو إيكويشنز دول مع بعض خلاص أنا مش محتاج أكمل الباقي. تو ايكويشنز مجهول فيهم مين؟ V1 وV2. بالتعويض اقدر احسب V1 او V2 بدلاله البريشر والايه؟ والاريا. خلاص؟ يبقى ده اول تطبيق عندنا اللي هو انبوب فينتوري. تاني تطبيق وهو علاقه تورشيلي. علاقه تورشيلي عباره عن خزان، ممكن يكون الخزان مغلق او يكون الخزان مفتوح. وانا عاوز اجيب سرعه خروج الايه، الفلويد بتاعتي من الخزان، سرعه خروج الفلويد من الخزان. طبعا لو فتحت الخزان هنا هل انا محتاج ان انا اخرج المايه اللي تحت؟ المايه اللي تحت دي هتفضل زي ما هي واقفه، يبقى انا ريفرنس لاين بالنسبه لي ده مفيش حاجه تحتيها تطلع. احنا بنتكلم على الهايت ده اللي هو اتش، هو ده بس الايه اللي هيتحرك معايا. تعال نطبق الايكويشن.
في ضغط فوق تراب ده هنا، طالما الخزان مغلق هسمي الضغط ده ايه؟ بي. والسائل هنا اللي هيخرج من الخزان هيبقى عند ضغط بي نوت. سرعة خروج السائل في 1، وهنا في سرعة سريان للسائل فوق كمان في 2، في كروس سكشن اي 2 كروس سكشن هنا اي 1. ولو قلت ان ده الارتفاع بتاعه 0 يبقى ده ارتفاعه قد ايه؟ اتش، كأنها واي 2 ناقص واي 1. لو بدأت أطبق في معادلة برنولي مع اعتبار ان ال A2 اكبر بكتير من ال A1، مساحة الخزان اكبر بكتير من مساحة الفتحة اللي هتطلع منها المية، زائد ان السرعة فوق V2 اقل بكتير، وانت بتبص في الخزان من فوق انت بتشوفش السطح بيتحرك، صح؟ فبنعتبر ان السرعة هنا تقريبا بزيرو. لو اعتبرت النقطة دي وان ال A2 اكبر بكتير من ال A1، يبقى اقدر اجيب ريليشن ما بين الضغط ال A بي نوت نص رو في 1 سكوير زائد رو جي واي 1 هتساوي بي زائد رو جي واي 2. شلت من هنا في 2 لاني اعتبرتها بزيرو. طب ما انا ممكن كمان اشيل رو جي واي 1 ورو جي واي 2 واكتب مكانها رو جي اتش بس، يبقى في الحاله دي اقدر احسب سرعه خروج الميه من الخزان المغلق بانها بتساوي العلاقه دي. طب لو الخزان اتفتح ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الضغط فوق بي نوت والضغط بند الخروج بي نوت. يبقى في الحالة دي اقدر اشيل الترم ده واقول ان ال V1 هتساوي جذر 2 جي اتش، يبقى ال V1 هتساوي روت 2 جي اتش.